السلام عليكم، سنتعرف في هذا الفيديو على كيفية تسجيل للاستفادة من عملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع الغير مهيكل المتضررة من فيروس كورونا المرحلة الثانية، أي اللي ما عندهمش رميد. دونك عملية الدعم المؤقت هي عبارة عن مساعدة مالية تقدمها الدولة لفائدة الأسر العاملة في القطاع الغير مهيكل والمتضررة من فيروس كورونا. وستحدد هذه المساعدة المالية على النحو التالي: 800 درهم للأسر المكونة من فردين أو أقل، أي فرد واحد أو فردين. بالنسبة للدعم 1000 درهم للأسر المكونة من 3 أفراد إلى 4 أفراد كحد، 1200 درهم التي للأسر التي يتعدى عدد أفرادها 4 أشخاص، على الراغب في الاستفادة من عملية الدعم المؤقت تعبئة النموذج أسفله بعناية والحرص على إدخال بيانات صحيحة. بالنسبة للبيانات، أولا يجب إدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية، الاسم العائلي الخانة الثانية باللغة الفرنسية، ثم الاسم العائلي باللغة العربية، ثم اختيار النوع بالنسبة للجنس ذكر أو أنثى. إذا كان ذكر نضغط على هذا. بعد ذلك يجب بالنسبة للأشخاص اللي ما عندهمش اليوم والشهر في تاريخ الإزدياد كيضغطوا على الزر هذا، اللي ما عندهمش على اليوم كيضغطوا على الزر الآخر، وبالتالي كنلغيو هذا اليوم والشهر وكنسجلوا ديريكت الرقم اللي عنده اليوم والشهر ثم السنة كتدخل هنا. ثم بعد ذلك عدد الأفراد، هو المتحكم في قيمة ديال الاستفادة، يجب أن تكون المعلومات صحيحة. رقم التعريف البنكي 14 رقم، أما 24 رقم بالنسبة للناس اللي كيتوفروا على حساب بنكي. ثم هنا مباشرة كنضغطوا على هذا الزر كيعطينا العملات والأقاليم اللي كاينين، دونك كنختار العمالة أو الإقليم اللي كننتمي له، ثم الجماعة أو المقاطعة، ثم الملحقة الإدارية. ثم بعد ذلك يجب إدخال العنوان الشخصي صحيح. بالنسبة للبيانات المهنة صاحب الطلب، دونك خصنا كنشوفو نوع النشاط، إذا كان مياوي كيضغط هنا، فات مهنة أو أخرى، أجير غير مصرح به أو يشتغل في مهنة مستقلة، كنضغطو على هاد الزر اللي هنا. ثم بعد ذلك كنمشيو لقطاع النشاط، كنضغطو هنا كيعطيونا واحد مجموعة الاختيارات، سائق آخره، قطاع آخر. دونك إذا كان مكينش قطاع اللي كيخدم فيه كنضيفو هنايا. المهنة المزاولة مثلا كفلاح أو مساعد في الفلاحة إلى آخره. هنا تحديد تاريخ التوقف عن النشاط، ثم بيان طبيعة النشاط المهني المزاول. دونك هنا كنحددو بالنسبة ل دونك هنا بالنسبة للبيانات، الاتصال بصاحب الطلب مهمة جدا. دونك هنا يجب تسجيل رقم الهاتف المحمول الشخصي اللي رب الأسرة، ثم التحقق من الرقم، كنضغطو على هادو، كيرسلو لنا رسالة في الهاتف أي رمز التحقق، كندخلو هاد رمز التحقق هنايا. ثم بعد ذلك كنضغطو على هادي، أي أشهد بصحة المعلومات المدلى بها في الطلب. أيضا هادي مهمة، يجب أن تكون المعلومات كلها صحيحة لأن القانون يعاقب عليها في حالة الغش أو التزوير. بعد ذلك يجب إدخال محتوى الصورة أعلاه، دونك الصورة اللي هنا كيكونوا أرقام يجب إدخالهم بشكل صحيح، ثم الضغط على تسجيل طلب. تسجيل الطلب توصلوا بواحد الرسالة، أيضا تم إرسال طلبكم للتحقق من المعلومات المصرح بها، سيتم إخباركم برسالة نصية لاحقا. دونك إذا كانت المعلومات صحيحة وكل شيء، توصلوا بواحد الرسالة يجب الاحتفاظ بها لأنها هي اللي غتمكنكم من سحب النقود. وشكرا، أتمنى تكون
استفدتوا من هذا الفيديو.